المخلصين الذين كرسوا حياتهم لنشر سيدي محمد بن الكبير، لقد كنت أرى الشيخ سيدي محمد بن الحقير والمحتاج، وتعين ذا الحاجة، وتقدم كل أشكال الدعم، بل 148. إننا عندما نستذكر يأتي إحياء يوم 15 من شهر سبتمبر كيوم وطني للإمام، الذي أقرته السلطات الجزائرية تكريسا واعترافا بالمجهود الذي يبذله الأئمة في الميدان، وتقديرا للمكانة التي يحظون بها في المجتمع. وكيف لا يكون الأئمة كذلك، وهم الذين يذودون عن حياض المرجعية الوطنية ويحمون الأمن الفكري للأمة. فلذلك إحياء مثل هذه المناسبة يأتي من أجل استذكار هذه المعاني والتذكير بها، والارتقاء بالتحديات المنوطة بالأئمة من أجل أن يرفعوها في الميدان.